ضمن خطة قوة الإطفاء العام في عملية تطوير آلياتها، وأيضا افتتاح مراكز جديدة لمساعدة رجال الإطفاء في أداء عملهم في حماية الأرواح والممتلكات. قامت قوة الإطفاء العام بتدشين عدد من آليات الإطفاء الحديثة دخلت الخدمة. خطة قوة الإطفاء العام بتطوير الآليات والمعدات، احتفلنا اليوم بتدشين الدفعة الثامنة من آليات قوة الإطفاء العام الحديثة. يوجد عندنا آليات تتعلق في الحوادث البحرية وحوادث المواد الخطرة وآلية المكافحة والإنقاذ بأنواعها، وتأتي هذه الدفعة أمانة للجاهزية لافتتاح المراكز الجديدة، وإضافة إلى تحديث بعض الآليات القديمة. وتعتبر أمانة هذه الآليات الأحدث على مستوى العالم. نأمل أكيد أن هذه الآليات راح تكون دافع جديد لتقليل فترة الاستجابة، وتمكن رجال الأطفاء من أداء عملهم بكل كفاءة واقتدار لحماية الأرواح والممتلكات والأمن المجتمعي. حصيلة هذا التدشين ضمت 55 آلية متنوعة بمواصفات خاصة، ومنها آلية استطلاع للمواد الخطرة والإشعاعات، وآلية عمليات بحرية، وآليات للمكافحة والإنقاذ، وهي تعتبر الأحدث على مستوى المنطقة. دشنا مختلف الأنواع من الآليات عندنا، تعتبر الخطة هذه حق هالسنة لتدشين عدد من الآليات للمراكز الجديدة علشان التوسع العمراني. وطبعا في آليات طبعا مثل ما شفتوها مواد خطرة، وآليات مثل آليات الخاصة بالمارين ريسكيو، وعندكم آليات خاصة لوجستية لاستراحة الإطفائيين وخدمات الإطفائيين، وآليات عمليات ميدانية تخدم كخطة تطويرية توسع لقوة الإطفاء العام للحوادث الكبرى وللخطط الجديدة اللي وضعناها في قوة الإطفاء العام. دشلنا الحين 55 آلية تقريبا عندنا 12 آلية RIV اللي هو Rapid Intervention اللي هو التدخل السريع اللي تتوزع على المراكز. عندنا تقريبا فوق 10 آليات مكافحة وإنقاذ وتناكر مختلفة حق المراكز. عندنا آلية الكوارث واللي هي الريكونسز، آلية الكشف الأنون ماتريال، أن أي ماتريال أنون سواء اندستريال سواء حربي سواء إشعاعي سواء بيولوجي يتم الكشف عنها. طبعا هاي الآلية الأولى من نوعها بالمنطقة، آلية جدا مميزة أن يتم الكشف على أي مادة إشعاعية أو نووية أو بيولوجية ويتم تحليلها في الآلية سواء كان داخل آلية أو عن طريق الروبوت المحمول فيها. معظم هذه الآليات مزودة بأحدث أنظمة الاتصالات، ولها القدرة على مكافحة الحرائق بكفاءة عالية. وهذه هي خطة قوة الإطفاء العام في عملية تطوير الآليات الحديثة، مما يساهم في تقليل فترة الاستجابة للحوادث. يوسف صفر، تلفزيون دولة الكويت.